طائرة حربية إيرانية تم إسقاطها يوم أمس في الداخل الإيراني بظروف مريبة للغاية. العديد من المصادر المتخصصة في الشأن الإيراني تحدثت عن تفاصيل ما جرى، بالإضافة إلى كلاش ريبورت وأفيا برو. وهذه المصادر تحدثت بأن نوع الطائرة التي سقطت هي F4 فانتوم التابعة للجيش الإيراني، وتم إسقاطها غرب إيران وبالقرب من مدينة مهمة في غرب إيران، ونتحدث هنا عن كرمانشاه إلى شرق كرمانشاه على مسافة تقريبا 25 كيلومتر باتجاه جبل بيستون. هذا هو جبل بيستون الذي نراه هنا، والذي جرى أن هذه الطائرة كانت تحلق في هذه المنطقة، وفجأة بحسب هذه التقارير وشهود العيان جاءت المنظومات الدفاعية الإيرانية لتضرب هذه الطائرة وتسقطها، وقامت القوات الأمنية الإيرانية بإغلاق الطريق الممتد من بيستون باتجاه دينفار هنا من أجل منع المدنيين من الدخول لهذه المنطقة والتعتيم قدر الإمكان حول ما جرى. ولكن كانت هنالك سيارة مدنية موجودة في هذه المنطقة وتصور اللحظات الأولى بعد سقوط هذه الطائرة، وتمكنت فعلا من تصوير ما جرى ونشر هذا الأمر. وهذه هي اللحظات أو اللقطة الأولى بعد سقوط هذه الطائرة، نلاحظ هنا في جبل مرتفع سقطت مباشرة بعد ضربها بالمنظومات الدفاعية. وشهود العيان قالوا بأنه فعلا الطائرة كانت قد سقطت وتحدثوا عن هذه المسألة. ونلاحظ هنا إذا ما ألقينا نظرة على هذا الموقع واقتربنا منه، فإن النقطة التي سقطت فيها الطائرة تأتي هنا، ونلاحظ إذا ما حاولنا أن نعرف بالضبط أين سقطت فسنلاحظ بأننا أمام نقطة منحدرة هنا طبعا، لأن الجبل منحدر إلى اليمين، وكذلك أيضا سنلاحظ بأننا أمام مساحة مفتوحة هنا مزروعة، وهذا هو الجبل منحدر كما تحدثنا. هنالك بعض العلامات البارزة في هذا الجبل كما نلاحظ، مثل هذه العلامة وهذه النقطة، وهذا هو طبعا المكان أو النقطة مرتفعة أخرى، وبالتالي الطائرة كانت قد سقطت هنا. إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعية الآن مرة أخرى فسنرى بأن هذا هو جبل بيستون، وأن النقطة التي سقطت فيها الطائرة هي هنا بالضبط، خاصة بالاتجاه إلى الشمال والوقوف على الطريق الرئيسي المؤدي إلى دينفار. وهذه هي سنرى المنطقة بالضبط التي كانت قد سقطت فيها هذه الطائرة، هذه صورة أوضح لها. وبالتالي نلاحظ أن العلامات متطابقة تماما مع ما رأيناه، الطريق، المساحة، المنحدر، العلامات البارزة هنا، وتلاحظ بأن كل شيء متطابق مع ما رأيناه. وهذا يعني أن الطائرة فعلا قد سقطت هنا بعد استهدافها بالمنظومات الدفاعية. وما هو مثير في هذا الموقع هو إنها ليست بالبعيدة بشكل كبير عن إحدى أهم القواعد الصاروخية الإيرانية، وهذه القاعدة الصاروخية الإيرانية هي قاعدة كرمانشاه. هذه هي قاعدة كرمانشاه، مكان السقوط أو موقع سقوط هذه الطائرة هو هنا بالضبط، أي إن مسافة سقوط هذه الطائرة عن القاعدة تقريبا 20 كيلومتر. وهذه طبعا القاعدة عادة، لمن لا يعرف، فإن عادة المنظومات أو منصات إطلاق الصواريخ عادة تظهر هنا من تحت الجبال، هنالك مداخل يمينا وشمالا تظهر من هذه المنطقة، وبعدها تقوم بإطلاق الصواريخ في نهاية المطاف. وهذه منطقة حساسة للغاية ومن أهم القواعد الاستراتيجية لدى الجانب الإيراني على المستوى الصاروخي الهجومي، والمنظومات الدفاعية منتشرة في كل مكان، وهذا قد يفسر بأنها ضربت من هذه المنطقة وبعدها انتهت بالسقوط في هذه النقطة إلى الشمال تقريبا من جبل بيستون الذي تحدثنا عنه. ولو لاحظنا هنا المنظومات الدفاعية فإننا سنكون أمام مضادات جوية على سبيل المثال، هي التي تحمي هذه القاعدة، هذه مضادات للطائرات كما نلاحظ، واحدة هنا وواحدة هنا، كذلك أن هنالك منظومات أخرى S-200 وغيرها من المنظومات الصاروخية الموجودة وسط كرمانشاه، مثل بطاريتين من المضادات الجوية أيضا، سترى هذه واحدة وهذه الثانية. وإذا ما حاولنا العودة لها مرة أخرى كي تكون واضحة لكم الآن، هذه المنظومات نحاول الاقتراب منها الآن قليلا، من هذه القاعدة المهمة التي حقيقة تتواجد في عدد من هذه البطاريات، تتوقف هنا وسترى هذه المنظومات هنا وكذلك أيضا هنا في نهاية المطاف. وهذا قد يفسر أن فعلا الضربة والمنظومات الدفاعية ليست بالبعيدة ومن موقع حساس وليس بالسهل أبدا، وهذا يضع عددا من التفسيرات لما جرى في ظل هذه المنظومات الدفاعية المنتشرة حول هذه القاعدة الصاروخية المهمة وبالقرب من هذه المنطقة، هو أن هذه الطائرة الحربية
من الممكن جدا أن تكون قد استهدفت بالخطأ من هذه المنظومات الدفاعية كما تحدثت هذه المصادر تحديدا، خاصة وأن المنظومات الدفاعية الآن يبدو بأن تم رفع حالة التأهب لها وارتكبت هذا الخطأ وضربت هذه الطائرة، أو أن الطائرة دخلت في موقع ليس مسموح لها بالدخول له في ظل رغبة إسرائيلية لمهاجمة الداخل الإيراني انتقاما ل محاولة الاغتيال التي طالت بنيامين نتنياهو في 19 أكتوبر، وبعد ذلك قاموا باستهداف هذه الطائرة بهذه الطريقة، أو أن الجانب الإسرائيلي في ظل استهدافاته الواضحة في هجومهم الأخير على إيران استهدفوا المنظومات الدفاعية بشكل مكثف حتى على المستوى الإلكتروني، استهدفوها بالرادارات أساسا، يكون هنالك نوع من الخرق لهذه المنظومات أدى إلى إسقاط هذه الطائرة، وهو نوع من التمهيد لإسرائيل لتنفيذ عملية أيضا في الداخل الإيراني. المشكلة الأساسية في كل ما تحدثنا عنه هنا هو أن السلطات الإيرانية لم توضح ما جرى، واكتفت إيران بهذه الصور وما صدر من هذه المواقع تحديدا الإخبارية التي تحدثت عن هذه القضية، وقد يكون الأمر فعلا حادث، لكن مشكلة ما جرى هنا هو أنه يأتي بعد 48 ساعة فقط من سقوط مروحية إيرانية، هذه المرة إلى جنوب شرق إيران في باتجاه محافظة سيستان بلوشستان، وكذلك في مدينة تحديدا سيرشان التي تأتي باتجاه الحدود الباكستانية في الداخل الإيراني. أعلنت أساسا إيران آنذاك كما تلاحظون هنا بأن عسكريين قتلا في إسقاط أو في سقوط هذه المروحية، واتضح بأنهم من الحرس الثوري الإيراني، أولهم عضو في القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى جنرال إيراني، هذا الرجل هو قائد لواء نينوى في الحرس الثوري الإيراني في محافظة غولستان، وبالتالي أن تأتي سقوط الطائرة الحربية اليوم أو يوم أمس وقبلها في 48 ساعة سقوط هذه المروحية، ونتذكر ما جرى في نهاية شهر يوليو من سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، هي تعطي مؤشرات خطيرة عن أن هذا الأمر قد يكون مفتعل وقد تكون إسرائيل خلف هذه المسألة بكل سهولة، خاصة وأن إيران لا زالت تهدد وتخطط فعلا وبشكل جدي لمهاجمة إسرائيل في الفترة القادمة للانتقام من الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طال الأراضي الإيرانية، ويبدو هذا الأمر جادا للغاية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإضافة سرب جديد من طائرات F-15 دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وظهرت طائرة KC-46A وهي تدخل إلى منطقة الشرق الأوسط، والتقارير كلها أكدت كما هو واضح هنا بأن طائرات لتزويد الوقود بالإضافة إلى سرب من طائرات F-15 قد دخلت للمنطقة، هذا هو التسجيل الخاص بطائرة KC-46A التي ترونها هنا، وكذلك ظهرت 6 طائرات من طائرات C-17 والC-180 للشحن الأمريكية وهي تهبط في قاعدة رميلان في الداخل السوري في شمال سوريا، والتي تأتي بالقرب من الحدود العراقية وكذلك إقليم كردستان، والأحاديث هنا بأن هنالك منظومات دفاعية وأسلحة وقدرات أمريكية قد هبطت في هذه القاعدة، في ظل علينا أن لا ننسى بأن 6 طائرات من طائرات B-52 الأمريكية الآن موجودة في قاعدة العديد في قطر، 5 من هذه الطائرات قادرة على حمل القنابل النووية والقدرات النووية، وبالتالي عندما نتحدث هنا عن حادث بإسقاط طائرة حربية إيرانية في كرمنشاه فهذه مسألة ليست بالعادية أبدا، هذه القاعدة أساسا هي ليست بالعادية، لماذا؟ لأنها سبق وأن أطلقت الصواريخ على قاعدة عين الأسد، وكذلك على أهداف في إقليم كردستان، وكذلك أيضا في الداخل السوري باتجاه دير الزور ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك استهدفت إسرائيل في عملية الوعد الصادقة الأولى، ومرشح تماما أن تطلق صواريخا باتجاه العمق الإسرائيلي في عملية الوعد الصادقة الثالثة، بالتالي كل شيء يبدو مترابطا، يبدو خطيرا، يبدو غامضا، سقوط مروحية بعدها سقوط طائرة حربية في هذا التوقيت وفي هذه التوقيتات الحساسة وبعد فوز دونالد ترامب لها حسابات كبيرة للغاية.